السلام عليكم طلاب، عندنا هذا التمرين اللي انتم رسمتوه اللي المفروض بالشكل النهائي يطلع هذا بعد التجميع وكمساقط وايزو يطلع هذا. واجه قسم من الطلاب بمشكله لما انت يرسم بالقاعده، من يجي اخر شيء يريد يسوي التجميع تصير عنده مشكله. حاليا احنا رسمنا فقط هذا الجزء وراح اسوي له ريفولف واكمل الرسم ونشوف المشكله وين. اول جزء هذا اللي رسمته ما به مشكله، انه انا ارسم محور وارسم هذا الجزء اللي يد اسوي له ريفولت اللي هو ارتفاعاته 11 42 ب 11، العرض مالته هذا نص ال 60 فهو 30، نص ال 64 هو 32، والخارجي هو نص ال 90 45، هذه ما بيها مشكله. الخطوه اللي بعدها راح نروح للريفولت ونقول له اوكي هذا محور الدوران وهذا الجزء اللي عندنا نسوي له ريفولت. لهنا انا متاكد الاغلبيه اذا مو الكل ما عندهم مشكله، المشكله وين راح تبدي؟ راح تبدي بهذه الخطوه اللي انه انا راح انقر على الجزء الاسفل من هذا الجيومتري واقول له نورمال 2. هنا راح تبدي المشكله. ليش؟ لانه من راح ارسم الاليبس اكو شرط اساسي برسم الاليبس انه المركز اوكي نفس المركز. الشيء المهم لازم هذا الخط يكون افقي، يعني لازم تظهر عندي هاي علامه انه افقي. هسه الرسم صحيح بس مجرد تختفي هسه الرسم خطا، لانه بعد ما راح يصير عندي مضبوط الرسم، فلازم اخلي هذا افقي. تطلع عندي علامه الافقي انقر، ارجع هنا هم انقر، فصار عندي هذا الشكل البيضاوي. نرجع للشكل البيضاوي ونشوف ابعاده 115 ب 180، هذا 180 من هاي النقطة لهاي النقطة، من هذه النقطة إلى هذه النقطة هي عبارة عن 180، ومن هذه النقطة إلى هذه النقطة هي عبارة عن 115. فصار عندنا هذا الرسم كامل مع انه به مشكلة. يبقى عندنا السلوت، السلوت هنا انا ارسمه بامتداد المنتصف، خلينا نفترض انه هذا عاني عندي السلوت. السلوت ابعاده هو عبارة عن 25 في 16، ما معناه انه ما بين هذا الخط وهذا الخط هو 16، بما انه هذا 25 فهذه 16 اللي هي 8 ب 8، المتبقي هو 9، هذه هي 9. خلصنا من عندك قد مسافته، مسافته 63 هنا. أنا ليش مسافته 63؟ مثل ما احنا حسبناه انه هذا 90 المتبقي من عنده 45، احنا نحسب عن المركز هذا عبارة عن 25، الاوفر اول هو 180 يعني 90 راحت من عنده مننا 45 بقت 45، راحت 25 بقت 20، 10 ب 10. فاحنا عندنا هسه ما معناه 45 زائدا 10 اللي هي 55، زائدا الار مان هذا على مود نضيفه نوصل للمركز اللي هو 8، ف 8 و55 63. هذا وصلنا له. نحاول نسوي له ميرور للجهه الثانيه، بس راح نسوي هنا ميرور، نختار الاجزاء اللي نريد نسوي لها ميرور، ميرور اباوت. الخطوة المهمة اللي احنا نبهنا عليها انه يكون الالبس عندي اني متأكد من عنده بشكل افقي، بس يصير بي ميلان راح تصير عندكم مشكلة بالتجميع. وهذا نسوي له اكسترودد على مقدار 20، هاي ال 20. نكمل الفلت اللي بالاخير، هذا الفلت انا عندي على مقدار 5 مثلا هذا المكان، عندي فلت بمقدار مثلا 2 ملي هاي الحافة الخارجية، تنفذ عندي ما عندي بي مشكلة. ممكن انا انطي لون اذا اريد انه هنا نروح للسوليد، تعامل ويا السوليد يكون افضل، السوليد واختار اللي اللون اللي يعجبني. ممكن هسه اسيفه على الديسكتوب مثلا، ارجع مثلا هسه اريد افتح الاسامبلي، بالاسامبلي هذا هو الجزء. الخطوه الاولى احوله من فيكس الى فلوت، بعدها راح اسوي له ميت. الميت لازم اني اسوي له بالبدايه الفرونت، الفرونت يعني افضل انه يكون من التوب فيو، انا اريده يوصل هنا من المنتصف، وممكن اخذ هذه النقطة تعتبر المنتصف، انطي موافق، اضغط اف على مود يصير منتصف رسم، اتاكد من عنده هذا الفرونت صار بالمنتصف، ما عندي مشكله.
يعني هذا الجزء مال السلوت النص الاعلى يناظر الاسفل من الجهتين، لانه الاليبس الرسم بشكل افقي صحيح. نجي للرايت بلين، لما نسوي لميت اجي اتوقف عند اي دائره، وين ظهرت عندي دائره بها نقطه صفراء اتوقف عليها راح تظهر نقطه برتقالي بالمركز، ما احرك الماوس انقر بس مجرد كليك انتقل الى، فصار هذا مكانها الصحيح. الخطوه الاخيره انه انا عندي البوتوم فيو هذا من هنا من جوا يكون ميت ويا التوب بلين، فهسه انا سويت الى ميت ويا ثلاث مستويات، ارجع احوله الى فيكس تحت المشكله عندي، بحيث هسه اذا اختار الفرونت على سبيل المثال واختار السكشن مال الفرونت ينطيني اياه بشكل الصحيح. اذا اريد اتاكد اجي من الفرونت فيو هو هذا كسكشن صحيح، واذا اردت من التوب هذا بشكل الصحيح. اتمنى انه وضحت المسألة. المختصر المفيد انه شكل الاليبس لازم يكون افقي لمن ارسمه. شكرا جزيلا.